بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. وبخ موسى قومه عليه السلام من بني إسرائيل على طلبهم اللي سألوه لنبيهم لما مروا على أقوام يعكفون على أصنام لهم يعبدونها من دون الله، فسألوا سيدنا موسى وقالوا له يعني اجعل لنا إلها كما لهؤلاء القوم آلهة. فزجرهم طبعا سيدنا موسى بشدة، وارتدعت بنو إسرائيل وساروا مع سيدنا موسى عليه السلام في ذلة ومسكنة وهدوء، متجهين شرقا. هم عبروا سهول شبه جزيرة سيناء حيث الصحراء اللافحة والشمس الحارقة، لا في مساكن، ما فيش أماكن يسكنوا فيها ولا بيوت يأوون إليها. فشكى بنو إسرائيل لنبيهم موسى عليه السلام إنه ما فيش ظل نستظل به ولا في مية نشربها، فاستغاثوا بنبيهم موسى واستسقوا موسى، يعني طلبوا منه المية ليهم ولنسائهم ورجالهم وأطفالهم. فسأل موسى ربه الماء لقومه كما قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب من الله سبحانه وتعالى أنه يعني يوفر ليهم الماء في هذه الصحراء عشان يقدروا يشربوا ويتمكنوا في المسير في رحلته. فأوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام حين استسقاه قومه، قال له اضرب بعصاك الحجر. وامتثل نبي الله موسى عليه السلام لأمر ربه جل جلاله، ورفع سيدنا موسى عصاه فضرب بيها حجر كده ناتئ في الجبل، يعني حجر ليه بروز ووضوح، ضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، 12 عين مية انفجرت بضربة عصا نبي الله موسى عليه السلام. فكانت المعجزة، وتدفق الماء من هذه الصخرة بقوة، وخرج من الصخرة 12 عين من الماء العذب الزلال، وانفجار العيون عدد ال 12 دول كان بقدر وعدد قبائل وأصباط
بني إسرائيل، فأقبلوا على الماء قد علم كل أناس مشربهم، يعني راحت أو راح كل أو راحت كل قبيلة إلى المكان المخصص بتاعها لشربه لتسقي منه. كل ولد من دول أو كل يعني قبيلة من دول راحت للاتناشر دول، راحوا للاتناشر عين، كل واحد عرف العين بتاعته لتشرب منها وتسقي منها. وكانت زي ما قلنا اثنتي عشرة نبعة من الماء، كل سبط وكل جماعة عرفوا عين الماء اللي المفترض ان هم يشربوا منها، وكل ده كان بتدبير الله تعالى سبحانه وتعالى الحي الباقي عشان ما يتنازعوش فيما بينهم على المية. بعد شوية شكا قوم موسى بنو إسرائيل يعني من حرارة الشمس، قالوا له يعني الصحراء شديدة لافحة والشمس حارقة ومش قادرين على الحرارة دي. فدعا نبي الله موسى، انت شوف كده وانت بتستمع الآيات، لأن القرآن مش بيقول لك تسالي، القرآن بيقص القصص لنعتبر، وده آخر كتاب، آخر كتاب القرآن الكريم، وبالتالي القصص اللي فيه بالتفاصيل الصغيرة لما تتربط مع بعضها في نسيج موضوعي واحد تبتدي تشوف القرآن إيه الرسائل اللي بيبعثها إلينا، بيوريك طبيعة من الناس عجيبة. شوف ربنا ساقلها قد إيه من الآيات والعجائب، وشوف النتيجة هتكون إيه بعد كده. دعا نبي الله موسى ربه لما اشتكى بنو إسرائيل لنبيهم إن الشمس شديدة والصحراء لافحة، دعا نبي الله موسى ربه ثم أشار بعصاه نحو السماء، وإذا بغمامة سحابة تظلل بني إسرائيل على رؤوسهم، يعني تدليل ما فيش بعد كده، سحابة تمشي معاهم تقيهم من وهج الشمس. ومشيوا بقى، كملوا المشي مع سيدنا موسى عليه السلام، تظلل لهم الغمام، سحابة ضخمة كبيرة ماشية معاهم، كان الظل يسير معهم ويسكن بمجرد ان هم يقيموا في المكان، يعني ماشيين بتمشي معاهم الغمامة السحابة دي بينتهوا يتوقفوا تقف معهم هذه السحاب، كأنه يعني مظلة مشي على رؤوسهم كما أرادوا، إذا تحركوا تحركت وإذا سكنوا سكنت. عطاءات عجيبة لبني إسرائيل، وليتهم كانوا لله شاكرين ولنبيهم طائعين. كان زاد بني إسرائيل في الرحلة دي في يعني الطعام بتاعهم كان قليل، لأن طبعا لما جه الأمر الإلهي بأنهم يتحركوا بالليل وعشان يلحقوا يعني يوصلوا لشاطئ البحر في ساعة النهار، فيعني لموا حاجات كده من البيوت بتاعتهم ومركزوش قوي في الأكل، فما كانش معاهم زاد كتير جدا، وطاقة نفسهم يعني للأكل بقى والشرب، وبقى وحشهم أنهم يأكلوا اللحوم وامتلكهم الجوع بشدة. فراحوا لسيدنا موسى وسأل موسى ربه، فأرسل لهم الرياح، رياح بقى تحمل الخير معاه، تحمل المن وأسراب من طائر السلوى. يعني كانت الأشجار الجبلية اللي موجودة في صحراء سيناء بتخرج ليهم على الورق بتاعها أقراص من المن على أوراق الشجر الجبلي، ودي كانت أقراص زي أقراص العسل، يعني زي الحاجات اللي هي شمع العسل والحاجات دي، شبيهة بكده، كأنها هي كأقراص العسل، طعمها حلو يعني، يعني ده شيء حلو يأكله يديهم طاقة، وكانت في نفس الوقت لينة وهينة وسهلة الهضم. وبعت لهم كمان طائر السلوى، طائر السلوى اللي هو قيل إنه طائر السمان، وكان من كتر وجود الطائر ده بمغطي الأرض، كل واحد منهم من بني إسرائيل يأخذ كل واحد من بني إسرائيل قدر حاجته براحته، وده طير لحمه لذيذ الطعم طيب حلو وحادق ومش عاجبهم. الحقيقة كانت الرحلة اللي مر بيها بني إسرائيل رحلة لم يشهد مثلها بنو إسرائيل من قبل. يقودهم في هذه الرحلة نبيهم موسى وأخوه هارون عليهما السلام، يرعاهم الله تعالى، ومش كده وبس، وبيغدق عليهم الخيرات والنعم الكثيرة القيمة، يعني ها هو الماء وها هي الحلوى وها هو اللحم الطيب، نعم كثيرة
تأتي لبني إسرائيل من الله سبحانه وتعالى بياخدوها من غير تعب، وبياخدوها من غير ما يدفعوا فلوس، من غير تمن. يعني ما أعظم هذه النعم اللي تأتيهم كده مباشرة، يعوزوا حاجة يسألوا نبيهم، يدعوا ربه وتأتيهم النعم. بس عشان القرآن يورينا طبيعة هؤلاء، والقرآن يقص علينا هذا القصص للاتعاظ وللاعتبار وللانتباه. قلة جدا جدا اللي كانوا مع سيدنا موسى على إيمان صادق، وده حيبان في بقية أو في بقية القصة بعد كده، لكن الأكثرية على هذا الحال. وطبعا لأن النعم كثيرة ومتنوعة وعديدة، وربنا فتح لهم بأشياء كثيرة، واللي يعزوه يجلهم وعلى أحسن وجه. لذا أمر بنو إسرائيل بتقوى الله تعالى وعدم الفساد والإفساد بعد نعم الله الكتير عليهم دي. فجالهم الأمر كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كأنه القرآن بيخاطب هذه النوعية من البشر، وطبعا الخطاب من الله العلي العظيم العليم الحكيم، إنه النعم دي لتزدادوا إيمانا مع إيمانكم، ده يزداد إيمانكم قوة، مش تزدادوا كفر وجحود وعصيان وعدم شكر للرحمن على ما وهب من النعم المتجددة والمتنوعة والعجيبة. ومع كل هذه المعجزات والعطايا الربانية كانوا أهل جحود ونكران، وقالوا لسيدنا موسى عليه السلام كما قص علينا القرآن الكريم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني أنتم ما كنتوش لاقين أصلا أكل وأنتم ماشيين في الصحراء، والأول مش لاقين مية، وبعدين استسقيتوا وطلبتوا مية، وبعدين لما دعا سيدنا موسى وجات 12 عين ومتقسمة كأنه يعني 12 نهر لكل واحد منهم، المية لا تنضب وبيشربوا منها ومتقسمة عشان ما يبقاش فيه خلاف. جعتم فسأل سيدنا موسى ربه: مش بعت لكم الأكل بس، ده أكل حلو وحادق كمان، وبعدين مش عاجبكم الأكل بقى، لا احنا مش هنقعد كل يوم ناكل الأكل ده. فمن سوء تصرفهم وعدم شكرهم وجحودهم ونكرانهم، إنه ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم طيب الطعام يقوموا يستبدلونه بما هو أقل منه. عايزين يأكلوا توم وبصل وعدس بعد ما بعت لهم لحم السلوى وحلو المن، شيء عجيب. لكن القرآن الكريم بيصور من خلال هذا العرض طبيعة بني إسرائيل، الغالبية، القليل منهم جدا اللي كانوا أهل إيمان، الغالبية في بني إسرائيل، يصور طبيعة التمرد والتجبر والعناد والكفران. والقرآن بيقص علينا هذا الكلام، وده كلمة الله الأخيرة للعالمين، فلازم ننتبه للرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ساقها إلينا في كتابه الحكيم. لذا قيل لهم، قال: أتستبدلون الذي هو أهدنا بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يعني انتوا مش عاجبكم ده، خلاص ارجعوا تاني، انزلوا مصر وهاتوا التوم والبصل والعدس وكله ده، طالما انتوا مش عاجبكم الذي سيق اليكم بغير تعب ولا غير مجهود ولا دفعتوا فيه ولا كلفتم فيه، لا تعب تدوروا ولا نفقه تصرفوها. وراح القصه بقى، يعني بعد ما ساق لك المشهد طلع بره المشهد واداك معنى عام، وضربت على بني اسرائيل بقى، لكن لسه ده كان بدايتهم مع سيدنا، يعني بداية الأحداث دي كانت مع سيدنا موسى. شوف ربنا يقول في ختام الآية: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني القرآن وصفهم بأنهم متمردين عتا، معتدين على حرمات الله، متجاوزين لقواعد الشرع والدين. ومع كل تلك المعجزات الواضحة اللي ربنا ساقها على يد نبيهم موسى ونبيهم هارون عليهم السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، بعد كل الآيات الواضحات البينات دي، إلا أنه كانت في روح وثنية بتداعب، وكأنها تداعب خيال بني إسرائيل. طب
موسى كان بالنسبة لهم إيه عليه السلام؟ كان في نظرهم موسى ده إنه ليس أكثر من قائد، ده قائد من قومهم، يلا خلينا ماشيين وراه وبيقودنا، وكمان أنقذهم من فرعون وظلم فرعون. أما رسالة سيدنا موسى اللي تحمل أنوار التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد، الحقيقة لم يتغلل أو لم تدخل في قلوبهم لا بحق ولا بصدق، كما سنرى ذلك إن شاء الله تعالى من خلال ما قص علينا القرآن الكريم. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أون، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي الفضائية المصرية، وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. سريعا ننوه إلى الصفحة الخاصة بالبرنامج، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بناخد أسئلة حضراتكم، بنجاوب عنها في الحلقة المخصصة للرد على الأسئلة. بنذكر حضراتكم بمواعيد اللقاء، بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية. من السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي شريف استقبال أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربع من كل أسبوع هو المخصص لرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وكمان بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. ناخد من معنا؟ أستاذة سوريا. ألو. أهلا يا فندم. بعد إذنك كنت عايزة أسأل حضرتك عن تفسير آية. أيوة. سورة المائدة بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني إيه كلمة أولياء؟ حاضر. ويعني إيه كلمة بعضهم أولياء بعض؟ حاضر. ماشي. شكرا. ومن يتولهم؟ يتولهم يعني إيه؟ يعني مثلا بيشتغل معاهم أو لا 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 لا. طيب. وكنت عايزة أعرف لو في شخص في زعل أو في موت. أيوة. لطم او لطم على رجليه او على وشه، ده حرام والمفروض ان انا اعمل ايه عشان ان انا ارد اللي انا عملته ده؟ يعني فقد عزيز فقعد يلطم ويقول بقى كلام او قعد تعمل كده؟ ايوه يعني. او في وقت زعل مثلا، او في وقت زعل بين واحد وواحده لطم. تمام تمام. في حاجه تانية؟ شكرا. شكرا. معانا ست ام يحيى. ست ام يحيى. طيب تحاول تاني. أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا حبيبة قلبي كل عام وانت بخير. أهلا وسهلا وحضرتك بألف خير. ربنا يبارك فيك يا حبيبة قلبي. أنا عايز أسألك، أنا عندي ابني معاق نتيجة حادثة كنا في الخليج. ماشي. كان عنده 8 سنين الوقت، إعاقة كاملة يعني عقلية وحركية. الجماعة اللي هم عملوا الحادثة بينا ادونا مبلغ من المال حطته في البنك عشان هو بس، واحنا بنصرف عليه من فلوسنا يعني العمليات والعلاجات والحاجات دي كلها. بس بعد كده احنا سألنا واحد أزهري، دكتور أزهري، قال الفلوس دي ما عليها الزكاة عشان تشيلينها الحاجة لما احنا نموت يعني في المستقبل، الله اعلم امتى، عشان احنا كبار في السن الوقت. انتوا اللي هم هيرعوه هيصرفوا عليه منها، لان هو طبعا مش عايز حاجة في الدنيا خالص، ولا ليه معاش ولا اي حاجة. فادي الفلوس دي عليها الزكاة. يعني انتوا قافلين الفلوس عشان تصرف على هذا الشاب. عشان بعد احنا ما نموت يبقى في حد يعني في مبلغ يصرفه. الفلوس دي بلغ النصاب يعني. طبعا بلغت النصاب مبلغ. تمام. واحنا ما بنصرفش، خلناه لي دي هو بس. ايوه ايوه. فهو الدكتور ده او الاستاذ بتاع الازهر قال لا معها الزكاه. تمام. فانا حصل في قلبي كده يعني انشك يعني. فقلت اسال حضرتك، ربنا يبارك فيك. ربنا يفتح. ماشي. شوفي لي بقى هي عليها زكاه ولا ما عليهاش زكاه. حاضر. احنا شايف لما احنا نموت اخواته هيصرفوا علينا. ربنا يبارك في اعماركم.
ربنا ربنا يبارك في فيها. اعماركم ويشفي مرضكم، اللهم امين اجمعين. معنا استاذه نعيمه. الو، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يا دكتوره والله انا متشرفه بمعرفتك والله، وليا الحظ السعيد ان اكلمك. الشرف ليا يا فندم، الشرف ربنا لي. يبارك لك يا رب. أمين. انا في جدال انا وعيلتي، لان خيرة. انا صمت 3 ايام في اول رجب. فبيقولوا لي ديت بدعه وحرام. الصيام 2 وخميس والثلاثه القمريه. واللهم صل على حضرة النبي. عايز اسال على 3 شهور هم ازاي، رجب وشعبان ورمضان ولا ذو الحجة وذو القعدة وشوال؟ بتسالي على الاشهر الحرم. الاشهر الحرم. حاضر هقولهم لك. هم 3 ورا بعض وواحد لوحده اللي هو رجب، هنقولهم لك. حاضر. طيب لو سمحتي بس سؤال بسيط الله يرضى عليك. رقم 3 اتفضلي. سورة التكاثر. ايوه. من 7 لغاية 8. ايوه. عايز اسال ثم تسالون يومئذ عن النعيم. ثم ترون عين اليقين ثم تسالون يومئذ عن النعيم. ايه هو النعيم وايه هو اليقين؟ الدنيا يعني اللي احنا فيها والمال والصحه واولادنا. يعني والنعيم اللي هي السؤال عن النعيم، ما نتمتع به في دنيانا، هل السؤال عن هذا ام لا؟ حاضر. سؤال الله حلو. يبارك لك يا دكتور. سؤال جميل. ربنا يفتح على حضرتك. معانا الست ام يحيى عادت اهي. اهلا 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 يا ست ام يحيى. اهلا بك يا دكتوره. انا والله العظيم بحبك قوي قوي قوي، لما بشوفك برتاح خالص وحياه ربنا. ربنا يسعدكم. ربنا يجعل كل كلمه في ميزان حسناتك يا رب. يا رب يتقبلها قبولا حسنا. اللهم يا رب. امين يا رب. لو سمحت انا عندي 3 اسئله. اتفضلي معاكي. بصي، انا في حد من اخواتي، انا او اخواتي، مش عايزه اظلم حد، في فلوس وذهب بتسرق من ابويا وامي، فلوس وذهب. ويعني الاول كانت امي طبعا مداريه على ابويا، وكانت بتقول ان احنا كنا نقول نحلفه بالله كده، نحلفه بس والله ما اخذنا، والله ما اخذنا. فالموضوع اتكرر كذا مره، وكان مثلا بال 3000 4000 5000، بعد كده اتنقل بقى في الذهب، ختمين ودبله، فكان مبلغ. فالمهم ايه، ماما قالت لنا وما رضتش تقول لابويا، عشان عارفه ان ابويا اصلا تعبان، ولو عرف هيزعق وهيعمل وممكن يعمل حاجات كتير. فالمهم قعدنا نتكلموا مع بعض مين ومين ومين ومين، وقعدنا نحلف لبعض. فالمهم احنا كنا شاكين في واحده، عشان ايام كانت مخطوبه كانت بتدي لخطيبها فلوس ولفات فلوس كتير، بس احنا قلنا لماما، كان زمان الكلام ده من 10 13 سنه، وقلنا وخلاص وسكتنا على الموضوع ده. قولي لي السؤال على طول، وانا لو في حاجه عايزه اسال عنها هقول لك عشان الوقت. قولي لي السؤال على طول. السؤال اللي اخذت مننا ديت الفلوس، يعني ربنا يعاقبها ازاي؟ لان امي اتطلقت بسببها، لانها راحت قالت لابويا، ماشي؟ واحده مننا راحت قالت لابويا وكبرت الموضوع وخلت ابويا يعرف، وامي باتت في الشارع، تمام؟ لا بس ثانيه ست ام يحيى، يعني اللي خدت الفلوس واحده منكم مثلا؟ واحده مننا، ما فيش حد غريب دخل البيت. تمام. واللي خدت الفلوس راحت قالت للوالد ان هي اللي فلما عرف، طب وذنب امك ايه في الموضوع؟ ما هي المشكلة في كده، ذنب أمي إيه؟ يعني قال لها أنت خربتي بيتي، عشان الموضوع ده اتكرر كذا مرة وأنت ما قلتيش، وباتت في الشارع مرتين يا دكتورة، لأن أهلها بعيدة، وكانت يعني كانت أمي بقى لها. طيب وهو عمل إيه؟ وهو عمل إيه مع اللي خدت الفلوس؟ رجعها، هو رجع أمي تاني، تمام؟ بس اللي خدت الفلوس ما عرفناهاش. فالمهم إحنا قررنا من ورا بابا إن إحنا رح نفع المصحف، كلنا حلفنا. فهي بعديها باسبوع حلفت زينا، بس ما كانتش راضيه تحلف، خالنا كان معانا، تمام؟ انا اتلخبطت في السؤال. بنتها يعني انا لا بس استنيني، عشان ده علم، وانا مش يعني المستشار مؤتمن، انا عايز افهم، لان لو ما فهمتش صح هجاوب غلط، نسال الله السلامه. انت دلوقتي انا عايزاكي تقولي لي السؤال، وانا لو في حاجه عايزه اسال فيها هسالك، مش عايزه ادخل في تفاصيل كتير عشان انا ممكن اتوه. اتفضلي السؤال ايه؟ دي عقابها ايه؟ تمام. اللي هي دي ضرت بامك وحلفت بالله كذب، ده انت ده ده السؤال. والحلفان على المصحف كده، تمام؟ عشان كده في حد حلف مننا كده، تمام؟ خلاص ده السؤال، ده السؤال الاول. انت قلتي عايزه 3 اسئله، قولي لي الثاني. ماشي تمام. وهو المفروض مثلا اللي خدت الذهب والفلوس ديت المفروض ترجعها، عشان ابويا وامي قالوا مش هيسامحوها خالص. تمام المفروض ترجع الحاجه ديت عشان ربنا كمان يسامحها. هم كده مش انتوا بتقولوا مش براكوا، لكن انتوا مش متاكدين برضو، يعني مفيش دليل. لا، وحد مننا احنا متاكدين، لان احنا شفنا اختنا الكبيره كانت بتدي فلوس بره. ماشي. بلا دليل التاكد ده مش هيبقى 100%،
فلازم يبقى احنا ما شفناش ما هي بتاخد ده بس تسمع قبل كده وتاخد فلوس بس حدش تكذب انها عمرها ما خدت انا بقى فلوس. هو الحاجه بتاعتي مرميه كده ما انا خلاص سمحت لا هي مش مرميه يا دكتوره هم قافلين عليها باب وقافلين عليها اوضه والمفتاح مع كل معاكم كلكم المفتاح كان قدامنا بس هي ديت اللي متجوزه قريبين منها انما احنا كل مثلا شهر او شهرين بنروح طيب ده السؤال الثاني الثالث ايه بقى يا ام يحيى سؤالك المفروض برضو ترجع حاجه ده السؤال الثاني المفروض ترجع الدهب ولا لا ايه السؤال الثالث طب والظلم اللي هي عملته ده لان ابويا كله بيدور حول معنى واحد يا ست ام يحيى شكرا يا ام يحيى هنطلع الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله ربنا يبارك في الوقت نلحق نجاوب على كل الأسئلة بإذن الله تعالى اللهم يسر ولا تعسر أهلا وسهلا بحضرتكم الأستاذة سورية ليها سؤالين سؤال في تفسير آية في سورة المائدة وبرضو الأستاذة نعيمية ليها سؤال في تفسير آيات في سورة الكوثر هنأجلها لحلقة الرد على الأسئلة عشان تستوفي حقها من المراجعة وضبط الرد عليها في التفسير النقطة الثانية بتتكلم عن لو إنسان لطم على وشه أثناء فقدان حد أو أثناء مشكلة أو شجار إيه الوضع؟ الإنسان إذا فقد عزيز أو الإنسان ابتلي بامتحان شديد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني الإنسان يعني المؤمن دايما يضبط نفسه قدر الطاقة أحيانا بيقع الإنسان ويرجع إذا وقع أو إذا أخطأ فلطم فعمل أفعال الجاهلية دي يبقى عليه إيه؟ إنه يتوب من هذا الفعل لأنه هذا الفعل لا يجوز أن يخرج من إنسان مؤمن لأنه المؤمن عنده تسليم عنده رضا عنده قبول بما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى فالإنسان يتوب الندم توبة يبقى يندم بقلبه أنه هو أو بقلبها أن هي وقعت في هذه المعصية وإن أنا أعزم أني ما أعملش كده تاني وإن على طول يلهج لساني بذكر الله تعالى وكثرة الاستغفار إن أنا عملت كده وأتبع ذلك بالصالحات من الأعمال حتى تبدل هذه السيئات إلى حسنات وده من فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى أنه إذا تبنا وصدقنا في التوبة وتبنا توبة نصوحة توبة النصوحة دي أيها الذين أمنوا توبوا توبة النصوح التوبة النصوحة دي يعني إنك أنت تبغض الذنب وتكره إنك عملت كده فما ترجعش تقع تاني في الذنب ده لا ترتكب هذا الذنب مرة أخرى لا تقترف هذا الذنب مرة أخرى ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة بالنسبة لسؤال الأستاذة فاطمة إن ابنها وهم كانوا في الخليج حدث لابنها وهو 8 سنوات فحدثت إعاقة بعد كده أصبحت الإعاقة مركبة فكرية أو عقلية وحركية فاللي عملوا هذا أو ارتكبوا من ارتكبوا هذا الحادث أعطوهم مبلغ كبير من المال على أساس يعني نوع من التعويض أو ما شابه ذلك وبعدين بتقول إحنا حاطينه في البنك فسألوا أحد الأساتذة المتخصصين في الأزهر فقالوا له أو هذا الأستاذ قال الأستاذ الدكتور قال لهم بأن هذا المال ليس عليه زكاة هو الحقيقة ما عليه الفتوى إن المال وإحنا الكلام ده قلناه أكتر من مرة إن المال المحجوز اللي أنا حجزه كده على الجنب للحاجات الأساسية اللي هو للأكل للشرب الحاجات الأساسيات والضروريات والحاجيات اللي الإنسان بيحتاجها أنا حاجز المال ده للأكل والشرب والسكن والدواء الأمور الرئيسية دي لا زكاة عليه وده مذهب مين؟ مذهب السادة الحنفية وقبل كده إحنا فصلنا فيه الكلام في إحدى الحلقات المسجلة اللي هي خاصة بالرد على أسئلة حضرتكم فما قاله لك الأستاذ سديد يا صاحبة السؤال في هذا المال المحجوز من أجل الإنفاق على هذا الابن المعاق في أموره الضرورية كما حضرتك تفضلتي وفصلتي الأستاذة نعيمة بتقول هي صامت أول 3 أيام في رجب وحد قال لها أن ده بدعة وحرام وبيقول اللي قال لها كده قال لها الصيام يكون 2 وخميس أو في 3 القمرية لا الشهر رجب الصوم على فكرة ده من جملة المستحبات ان احنا نوقعه في زمان شريف اللي هو ايه الزمان الشريف اللي هي الاشهر الحرم احنا في شهر رجب دلوقتي اللي هو بين جمادة وبين شعبان ده لوحده كده من احد الاشهر الحرم وفي 3 بيجوا ورا بعض
اللي هم النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثة متواليات، يعني بيجي ورا بعض، اللي هو ذو القعده وذو الحجه ومحرم، اللي هو شهر الحج وقبليه شهر وبعديه شهر. فبالتالي دول الاربعه الحرم. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. فاحنا لا نظلم نفسنا بارتكاب السيئات، ده شيء مهم وضروري ننتبه إليه، لأنه بيعظم العقاب في الزمان الشريف كذلك وفي الأماكن الشريفة زي الحرم برضو. ففي هذا الزمان الشريف بيستحب فعل الخيرات، ومن أعظم ما يتوجه به الإنسان إلى مولاه الصيام. تصوم، والنبي قال للي كان جاي بيسأله، قال له صم من الحرم وافطر، صم من الحرم وافطر. فما نقولش بدعة كده من عند نفسنا، مطلق في العام صيام من المستحبات أو من السنن في مطلق العام، اثنين والخميس والثلاثة القمرية وما يشاء الإنسان أنه يصوم. فجينا في الأشهر الحرم اللي العبادة فيها مطلوب الإنسان بقى إيه، يعزف عن السيئات ويكثر من الحسنات، وما أعظم التعبد بعبادة الصيام. فقبل ما نبدع ونفسق الناس نتعلم. وذكرنا لحضرتك الأشهر الحرم. أما بالنسبة لسؤال حضرتك عن سورة تفسير سورة التكاثر، إن شاء الله في الحلقة الخاصة بالرد على الأسئلة عشان تستوفي حقها. والست أم يحيى يعني سألت ثلاث أسئلة، مدار الثلاث أسئلة إن في ذهب وفلوس اتسرقت، هي بتقول مش هتخرج السرقة بره حد مننا، لأنه كان في مفتاح للباب ومفتاح للدولاب. وبتقول بعد كده أمي خبت لحد ما الوالد اكتشف، ولما اكتشف رماها في الشارع وبعدين رجعها. يعني إساءة أدب مع والدتك من قبل الوالد، ما كان ينبغي عليه أن يصنع ذلك. إن كانت هي أخطأت في شيء فلا يعالج الخطأ بهذا السوء وقلة مروءة، إن أنا أطرد ست في الشارع وزوجتي وأم أولادي حتى وإن أخطأت. أو ربما تكون في نفسها شيء هي أخطأت إنها ما قالتلوش، بس ربما تكون عارفة مين منكم اللي عامل كده، فكان لابد أن يبص برضو لبعيد شوية، مش يبص كده عن قريب لا. وأيا من كان من أخذ هذا المال فهذه سرقة، واسمها اسم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، واللي برضو ما ترتب عليها من أذى للآخرين زي الأذى اللي وقع على الست الوالدة، ده اسم مركب على صاحبه. وإذا كان حق الوالدين، لو واحدة منكم اللي خدت الفلوس أو زوج من حد من البنات أو أي ما كان، اسم عظيم، لأن حق الوالدين عظيم، وما يترتب على الإساءة إليهما بيترتب عليه برضو عظم الذنب. مسألة بقى إن احنا نحلف على المصحف ونكذب دي كبيرة، وده الإنسان يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم، ده الكفارة بتاعته نتوب، نفس شروط التوبة اللي احنا قلناها، التوبة بجميع شروطها، ومن التوبة رد الحقوق لأصحابها. دايما كنا نذكر حضراتكم بأنه من تمام التوبة إذا تعلقت التوبة بأمانات بحقوق لأصحابها لابد من رد الحقوق لأصحابها، أو أن احنا نروح لصاحب الحق ونقول له سامح. الأداء أو الإبراء، الأداء أرجع الحاجة لأصحابها، استلفت مبلغ لازم أرجعه، سرقت حاجة أرجعها برضو. طيب لو أنا رحت استسمحت صاحب الشيء سامحني وهو سامحك وأسقط حقه في الموضوع، خلاص يبقى حقوق البني أدمين تبقى بالسداد. أنا أتوب واستغفر وأرجع الحاجة، مش أتوب واستغفر وقاعد أخد وأكل في حرام، لا، أرجع الأشياء لأصحابها. سرقت حاجة من المال العام أرجعها، سرقت حاجة من قريب من بعيد من أب من أخ أرجعها، لأن الحقوق لابد فيها من السداد أو الإبراء، أرجع الحاجة أو إن صاحب الشيء يسامحني فيما أخذت. ونسأل الله السلامة. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والمناجاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك.
نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علي، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا بحق، بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.